صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده حلقه جديده وموضوع جديد، بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، لو بتشوفني اول مره ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تقول تعليقك الجميل، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. نبدا حلقتنا على بركه الله. الواحد في الصيام صعب قوي يا جماعه، شغل، وبعد ما تخلص شغل تعمل فلوج، وبعد ما تخلص الفلوج تروح رايح على الجراج حاطط العجله، وبعد ما تركن العجله في الجراج تروح البيت عشان تفكر هتاكل ايه. ده ماليش نفسي فيه، ده ماليش نفسي ليه، موضوع كبير قوي وضخم، صح؟ وفي الاخر بترسي على حاجات بسيطه. يعني امبارح والله عملت سندوتش سوسيس لحم حلال، هبقى لما اروح البيت هبقى اوريكم شكله واسمه، لو حد عاوز يبقى يجيب منه حلال ان شاء الله. ده السوسيس الحلال اللي انا بشتريه. الاول كنت بشتري السلطان، هتلاقيها موجودة في خاركوف، هتلاقيها تقريبا في معظم مدن اوكرانيا، اسمها مولوديجني. وفي ماركة تانية اللي هي السلطان اللي انا قلت لحضرتك عليها. اللي عاوز الحلال بيسعى للحلال، طبعا مكتوب عليها حلال اول، يعني ان شاء الله كله وسم الله وربنا يسترها علينا جميعا. عملت سندوتشين زي بتوع المطاعم، حطيت طحينة وحطيت سلطة قوطة وخس وخيار، بس غلطت وحطيت بصل، طعمه مبقاش حلو بالبصل. المهم شلت البصل وصححت الايه الموضوع. بصراحة عملت سندوتشين حلوين كده، تقريبا 25 او 20 سنتي، بيتباع هنا في اوكرانيا رغيف لوحده سلفن كده، هتلاقيه في السوبر ماركت بس. وعملت بقى، كانت فطارة جميلة قوي. وانا بحكي لكم ليه الحكايه دي، عموما ده مش موضوعنا، انا حبيت بس ادردش معاكم. كلتوا ايه امبارح في الفطار؟ قولوا لي في التعليق. المهم اخر فطاره كلت ايه؟ وقول لي على اللي كلته، خلينا نفتح نفس بعض في رمضان. حبيبي بص بقى، انا قاعده ملوكي. حبيبي ما تعمل لنا الاكل الحلال في اوكرانيا، بخصوصا لو حد اول مره يجي اوكرانيا وما يعرفش اماكن بيع الحلال والكلام ده كله. اول مره تيجي اوكرانيا انصحك ما تاكلش لحمه، يعني ما تخشش مطعم تاكل لحمه. هعيش ابقى نباتي؟ في الاول ابقى نباتي لو انت بتخاف انت تقع في كارثه ان انت تاكل لحم خنزير. انت لو في المدينه اللي انت موجود فيها وبحثت عن محلات اللحوم الحلال، هتلاقي محلات كتيره قوي عاملين اعلانات في الانترنت. لو انت الموضوع ده صعب بالنسبه لك، اي حد عربي قول له فين اماكن بيع الحلال اللي هنا، والله انتوا عارفين العرب جدعان ورجاله، هياخدك وممكن يروح معاك كمان لو فاضي، فاهم؟ فنصيحه، لو انت جاي على اوكرانيا وخايف موضوع الحلال والحرام، اوعى تاكل لحمه معرفش مصدره، حاول ان انت في الاول لحد ما تفهم القصه صح. طبعا انا قاعد بقى على النهر كده ماشي على النجيل اهو، بصوا رمضان ده عسل، الواحد عاوز ينام كده والله كده اهو. بس طبعا هدومك هتتوسخ شوك وهتتبهدل، ومفيش داعي، اديك انت ايه بتسلي صيامك. وانا بالمناسبه هسيب لك الاخ اللي بيتكلم ده اسم، ده بتتباع في خاركوف، ربنا يوسع عليك اشتري. لو انت عايش هنا في مدينه خاركوف اشتري منهم، بيبيعوا لحمه وبيبيعوا اللي هو السوسيس. انت بقى عيش يا حبيبي وربنا يوسع عليك. هل اللغه الاوكرانيه واللغه البيلاروسيه مختلفتين عن بعض؟ يعني دي لغه ودي لغه؟ طبعا دي لغه ودي لغه، اكيد. لغه البيلاروسيين هتلاقي فيها منها كلمات من الروسيه، هتلاقي كلمات من اللغه الروسيه داخله في اللغه الاوكرانيه، دي لغات يعني كوكتيل، لكن هي لغه مقتصرة بذاتها والبيلاروسيا لغة مقتصرة بذاتها الروسي لغة مقتصر بذاته اللغة البولندية مقتصرة بذاتها اللغة الهولندية مقتصرة بذاتها يعني الناس في لغات كتيرة ما كانش سموها او قالوا عليها لغة، كانوا قالوا عليها لخبطيتا لغتتنا غاتي تيتا. صباح الفل. لا، اللغة متنوعة. صباح الفل. واضافة للمعلومة، بمناسبة الضحك الظريف ده، اللغة الأوكرانية من أجمل 3 لغات في العالم. اللهم صل على حضرة النبي، أنت جبت المعلومات دي منين؟ لو مش مصدقني خش على جوجل وابحث عن 3 أجمل لغة في العالم، هتلاقيها اللغة الأوكرانية. سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. كتير قوي من حبايبنا واخواتنا المتزوجين في الدول العربية ونفسهم وحلم حياتهم يتجوزوا في أوكرانيا. يا ابني القانون لن يسمح لك، أو لو سمح لك يبقى أنت حضرتك مش هتروح السفارة. لو أنت هتيجي على أوكرانيا من غير ما تمر على السفارة، اطمن حضرتك متجوز أكتر من زوجة،
في بلدك وهتتجوز هنا اكتر من زوجة عادي بالنسبة للناس عادي، لكن القانون بيمنع هذه الامور. اهم حاجة محدش يعرف سرك. ديننا بيسمح لنا بالتعدد، خلاص دينهم ما بيسمح لهمش بالتعدد. امشي على دينهم ولا امشي على ديني؟ يعني انا لو اتجوزت اكتر من واحدة ومحدش عارف، خلاص مفيش مشكلة بينك وبين ربنا، ما بتعملش حاجة غلط. فهمت؟ ايه المستمسكات بقى؟ مستمسكات في ايه؟ انت حضرتك داخل مكتب للمأذون؟ انا ما اعرفش حضرتك. انت لو جاي على اوكرانيا هات معاك شهادة عزوبية. طب انت متجوز هتجيب شهادة العزوبية ازاي؟ يعني برضو هنخش في ايه؟ في حسبة وقصة. طب ازاي؟ طب ليه؟ طب بتاع؟ لا، انت حضرتك متجوز في بلدك، ربنا يوفقك ويخلي لك اولادك ويخلي لك زوجتك الست المحترمة اللي تحملت حضرتك، وحافظ على هذه الاسرة، حافظ على حياتك. الست في اوكرانيا، هي الست في امريكا، هي الست في ايطاليا، هي الست في الوطن العرب، كلهم نساء نفس العقول نفس التفكير احيانا مع اختلاف اشياء بسيطة بالنسبة لي. يعني حافظ على اسرتك من الاخر، وسيبك من احيانا انا بسميها ومن غير زعل ومحدش يزعل مني، فراغة العين. بيبقى معاه سيدة وطمعان ان هو يتجوز الاخرى، بيبقى معاه الاخرى وطمعان يتجوز التالتة والرابعة. دي فراغة عين من وجهة نظري. هل يوجد برامج للجوء الاخوة الهاربين من حرب زي الاخوة السوريين او الاخوة اليمنيين؟ ربنا يفك القرب ويرجعوا بلادهم تاني، ربنا يصلح الجميع. اوعى تفتكر ان البني ادم اللي بيخرج من بلده مهاجر دون او هربان من بلده عشان اضطهاد او بلده فيها حرب، اوعى تفتكر ان البني ادم ده بيبقى عايش سعيد في البلاد التانية. بالعكس، ربنا يسعد الجميع. خليني اقول لك على حاجة، والله يعني هقولها لك، يمكن ده سر انا ما كنتش عايز اتكلم فيه. انا مرة اتكلمت مع حد لاجئ هنا في اوكرانيا، قال لي عندي اموت والله ولا اني اعيش لاجئ في هذه البلاد. معاملة صراحة ما بتبقاش ظريفة. ليه؟ لان العالم كله زهق من حكاية اللجوء. بقى اللي في بلده حرب عاوز يعمل لجوء، وده احنا معاه، واللي بلده ما فيهاش حرب عاوز يعمل لجوء وينسب نفسه الناس اللي هم في بلادهم حرب. يعني واحد جنسيته مش عاوز اسمي جنسية بعينها وعاوز يعمل لجوء، فيقولوا له انت ايه؟ يقول لهم انا سوري. انت ايه؟ انا يمني. انت ايه؟ انا فلسطيني. انت ايه؟ وهكذا البلاد اللي هي فيها الحروب في هذه الاوقات. يعني بعض الناس بتاخد الام الناس واحزانهم مكاسب ليهم، تخيل. اه والله، ودي من الحاجات اللي مش حلوة في بعض العرب بصراحة. حبيبي اسأل في الانترنت، اسأل في جوجل في لجوء في اوكرانيا ولا لا. لو في حد يعرف يا جماعة معلومات عن اللجوء في اوكرانيا، ارجوكم اكتبوا ولو عريضة حتى، بس تكون انت فعلا مريت بهذه التجربة. لكن هتجيب لي من الانترنت؟ انا سهل جدا اجيب من الانترنت. انا عاوز اللي يكتب التعليق فعلا يكون مر بهذه التجربة. هل التجربة دي ناجحة او فاشلة داخل اوكرانيا، اللجوء في اوكرانيا؟ امان عليكم وانتم صايمين، اللي اتفرج على الفيديو ويسمع هذا السؤال وينطبق عليه حالة اللجوء في اوكرانيا، رجاء يكتب قصته. جزا الله خير ان هو افاد اخوانه في هذه الايام المفترجة، لا اكتر ولا اقل. اخي ممكن ينفع عدي الحدود تهريب؟ يعني بص، هو ده مستبع في سؤاله، حتى مستبع يا ابني، مفيش الكلام ده دلوقتي. وحتى لو لقيت المهربين هياخدوك في غابة زي دي وهيرموك وياخدوا منك فلوسك وباي باي. مين بقى المهربين اللي بيهربوك؟ عرب زيك، عرب. ولو لقيت اجانب هتلاقيه اجنبي مشغلينه برضو العرب، يعني مافيا هم عليه، انت خد بالك، يعني واجهة كده او مراية زي ما بيقولوا يعني. فحبيبي امشي عدل، يحترع عدوك فيك. لو عاوز تيجي وتعمل الموضوع دون حبيبي تعالى، الحدود ما هي موجودة واوكرانيا مفتوحة للناس، تعالى جرب بنفسك. انا ما عنديش كلام تاني عشان الناس بتفتكر بقول كده فيطلع لي واحد من وسط مليون واحد فيقول لي انا عديت من 30 سنة وانت كلامك كذب وما بتفهمش حاجة والناس بتعدي. يا ابني طب ما انت عديت، ده انت عديت من 30 سنة. لا 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 لا، عديت من 30 سنة وممكن اعدي دلوقتي. طب ما انت معاك باسبور اللجوء، وضعك خلاص، تخرج وتخش براحتك. لا 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 لا، انت ما تعرفش حاجة. ناس عاوز تتكلم وخلاص. الراجل بيتكلم عن الثانوية العامة الأدبي، فبيسأل عن معدل القبول في أوكرانيا. تخيل مفيش معدل، أهم حاجة تكون ناجح في الثانوية العامة. عارف تعقيدات فين؟ في بلدك. آه والله، سيبوا الناس تتعلم، سيبوا الناس تغير مناهج التعليم. بلدك هي يا حبيبي اللي بتعقد اللي ما يتعقدش. بكلمك بجد، الأوكران لا بيشترطوا مجموع ولا بيشترطوا سنة تخرج ولا بيشترطوا سن في تقديمك للجامعة. فهمت حضرتك؟ الأوكران ما عندهمش أي مشاكل في هذه النواحي.
لما واحد بينزل بوست كده والواحد اللي بينزل بوست ده بيشغل الجروب بتاعه فيكتب لك يقول لك ايه عاوز اخد الجنسيه الاوكرانيه مثلا فتلاقي 80 واحد دخلوا كل واحد بيفتي بفتوى على مزاجه وفي النهايه لا يصح الا الصحيح. انا ممكن اقول لك قوانين وانت ممكن تقول قوانين ونقعد نهبط للصبح وفي الاخر تروح المكان اللي هتعمل منه الورقه بتاعتك تلاقي قوانين اخرى ومختلفه. انا بحاول ان انا اقرب لك اقرب الى الحقيقه والصح عشان محدش يضحك عليك لا اكتر ولا اقل يا برنس. تخيلوا الساعه كام؟ 4:10 واحنا ما زلنا جالسين هنا. انا بيني وبين البيت زي ساعه بالعجله، بكلمكم بجد ساعه بالعجله، يعني ممكن اوصل البيت على 5:30 تقريبا. طبعا مش هجري بسرعه زي ما بجري لان انا بمشي بالعجله اللي هي الكهربائيه شويه وبمشي بالبدال شويه. لما بيكون في منزل مفهوش جهد بروح ايه مديها بالعجله كده، لما بيكون في مطلع بساعد بالبدال والموتور. العجله بصراحه البطاريه بتاعتها ممتازه ما شاء الله ما شاء الله عليها يعني. يلا الحمد لله. طيب كفايه كده النهارده، انا تعبت والله قوي، وصباحكم ورد وعسل. خلي بالكم من نفسكم يا عرب، يا رب المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها تكون بتعجب حضراتكم. اتمنى لكم يوم سعيد، اتمنى لكم حياه جميله وسعيده، اتمنى لكم فطار ممتاز النهارده. ولو لسه قاعد بتشوفني لحد دلوقتي ما قفلتش الفيديو من 3 سنين، اتمنى ان انت تشترك في القناة، اتمنى تعمل اللايك، اتمنى تقول تعليقك، وما تنسوش سؤال الحلقة. اي واحد عامل لجوء في اوكرانيا يقول لنا تجربته بما يرضي الله، ربنا شاهد عليه، لو هيضل غيره هو حسابه عند الله. صباح الفل، خلي بالكم من نفسكم، سلام عليكم.